يا شجريتي الخيار ما تطرحيش خيار، ده عبده مش شطر، مالي عليا البيت. يا ليل يا ليل يا مطر الليل، يا شجريتي لفته ما تطرحيش لفته، ده جوزي ما عزفته ما بيناموش الليل. يا ليل يا ليل يا مطر الليل. يا مين انت؟ مين الجودة الموجودة يا اخوي؟ خير المعلم فرج بيقول لك خلصت المحلل من يمي تاني. خلصت ياكل من يميتك انت؟ تعرف تشيل؟ طب وريني شطارتك ولف. يلا يا جودة تعال تعالى يا جودة وريني شطارتك. سمي بسم الله الرحمن الرحيم. شيل يلا. متخافيش. ايه؟ اي ايه ده تقيل من اولها كده. ما تخافيش شيلوه معز عيط. قال انا واخد على شيل الجمال. شيل يا واد، انا مأكلك مفتقة. بص بص وريني خدودك، وريني خدودك. بص خدودك حلوة ازاي. يلا بالراحة شيل. يلا على مهلك على مهلك، وخلي بالك من السلمتين دول. شيل انا تعبانة فيه. بقول لك ايه يا جود، قول للمعلم ام عبودة ما بتعرفش تكتب لكن بتعرف تحسب. الحساب كام يا واد؟ كده الحساب 140 قرش. شاطر يا جود، هديك شوية مفتقة يا واد عشان تتخن كمان. يا شجرتي الخيار ما تطرحيش خيار، ده عبده مش شطر، مالي عليا البيت. يا ليل يا ليل يا مطال الليل. العواف عليكم. نفسي اخلي الدره علشان اشتري منك. سلام عليكم يا ابو الليل. السلام. ايوه كده اسقي، خلي الناس تستحمى وتنضف. حضرت لي البطاطس يا ابو سمير؟ ايوه بس يلا حطها. وزنتها وكله؟ ايوه. طب يلا حطها، بلاش البطاطسايه دي. ليه؟ شبه مرات ابويا. ماشي. اتاري انك بتعرف تضحك. خد الفلوس يا اخي، كتر خيرك. نهارك زي الفل. الفل ان شاء الله. نهارك زي الزبد. يلا نشي تبان، نشي يا اختي. اللفت اللي اشتريته منك كان كله شال. اسبوع على ده. اسبوع يعني ايه؟ هو انا اللي شيخته؟ انت مديهولي رجلي بره ورجلي جوه. ايوه يا حبيبتي. خيارايا تقول لي خيارايا، اديني على دلعك قمار. تقول لها بص في المرايه وانت تحرفي. نهاركم زي الكل. يا حبيبي ايه القصب ده؟ الواد شغالينا بيحب. هحاسبك بعدين. عالزراعية يا رب قابل حبيبي، عالزراعية. العواف عليك يا عم فارق. مرحب يا هنيه بنت حلال، كنت لسه هشيع لك. وما شيعتليش ليه؟ شيع لي شيع، يمكن تلاقيني هناك ويمكن لا. اتاري انك بتعرف تضحك. امال الوليه بتشتكي ليه؟ ده هي اللي معاتنينه عليا. افردها يا راجل، خلي الدنيا تضحك. خير؟ عارفه الحلاوه المفتقه اللي عملتيها ومراتي اخدت منها؟ يا نهار بشفلت، ما عجبتهاش؟ ما عجبتهاش ايه؟ ده طيارة عقل كل اللي دقوها، وراسهم والف سيف، كلهم يشتركوا مع بعض وتعملي لهم حلتين كبار ويدفعوا لك اجرتك. من يمي تاني انا عملتها عشان خاطر عيون مراتك، ومن يمتهم هما انا ما بشتغلش عندهم، انا تاجره ومرات تاجر. معلوم عداك العيب، انا برضو قلت لهم الكلام ده. على العموم شوفي المطلوب منك ايه واحسبي الحساب ونقول لهم على السعر، واللي عاجبه من الكحل يتكحل، والناس كلها خير وبركه. ربنا يديم المعروف. امسك عني، قول لي اوامرك وانا تحت امرك. امر لله. احنا حسابنا وصل كام لحد دلوقتي؟ ما انت عارف يا عم فارق. اسمع منك، يمكن اكون ناسي حاجه كده ولا كده. 9 جنيه ونص. تمام تمام يا ست الكل. يا خطو عزيزه يا دي النور، اهلا وسهلا. اهلا ست هنيه. اتفضل استريح استريح. طمن سيدي صالح، احنا كويسين والاشياء معدن. الفلوس دي حقك، الحاج صالح عايز يخلص ذمته قدام ربنا. طب شيل الفلوس بقى، شيل شيل. انا مش عاوزه غير حاجه واحده بس. قولي لي وانا بلغه. خليه يبعت لي قرطاس حلب عشان اعمل مفتقه. نفسك في المفتقه؟ جيراني وحبايبي نفسهم فيه، ومكسبها بيوسع عليه. وانت بتتابعي نفسك ليه؟ ما دام الحاج صالح قايم بكل مصاريفك انت وابنك. الايد البطاله نيكس، وانا قاعده وانا ورايا حاجه؟ بعدين انا نفسي ومن عيني شكليطه كده. شكليطه؟ شكليطه ده مين؟ يا نهار مش هفلت، في حد ما يعرفش الاستاذ شكليطه عبد الرحمن صالح؟ ابني ونور عين. نفسي يطلع يلاقي امه بتشتغل وبتتعب عشان يعرف قيمه القرش. بارك الله فيكي،
مش عايزه مني اي حاجه. عاوزه سلامتك، ربنا ما يحرمني من سؤال. اقوم انا بقى. لا لازم تتغدى معايا انا وشكاليت، انا مش عرفتك بيه. بالهنا والشفا، عشان اروح اطمن الحاج عليكم. حاضر براحتك، مع الف سلام. طب وعزيزه، مع الف سلام. كده يا سيدي، حتى السؤال بقى بالمراسلة؟ كان لازم تضغط عليها عشان تاخد الفلوس. هنية مش محتاجة، بس دي فلوسي ودي مراتي، عندها اللي مكفيها واكتر. هنية غير كل الستات، هنية عندها قناعة مش عند حد غيرها. عارف الاخر طلبت مني ايه؟ طلبت ايه؟ الفلوس تحوشها لعبد الرحمن ابنها لما يكبر، يمكن ينفعها. وبعدين ما تنساش تحضر لي القرطاسين اللي هي طلبتها. استغفر الله العظيم، يرضي مين ده؟ واحدة تشقى وتتعب عشان تجيب لقمتها هي وابنها، وانا لسه على وش الارض. وماله يا حاج، طالما بتشتغل شغلانه شريفه يبقى خلاص من حقها، وربنا هيبارك لها في كل قرش بتكسبه. لا حول ولا قوه الا بالله. حد يصدق اللي بيحصل ده؟ واحده متستته ومتهنيه في بيتها، ما بتشيلش ريشه من على الارض، والتانيه بتشقى وتتعب. تفتكر ده عدل؟ طالما هي مش حاسه بالظلم يبقى عدل. وهنيه مرضيه ومبسوطه بحالها، وحمد ربنا وشكر فضله. على مهلك يا شكاليت، يا واد هات الجاز عشان افليك. ما اقولش يا ام عبد الرحمن. نعم، ادي الكازوزه اللي عندي، عربيه الكازوزه جت. حاضر يا اخويا من عينيا. يلا بتستعجل كده ليه؟ بتشخط فيا؟ على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. عملت ايه؟ بعت كويس؟ اه الحمد لله، الاشياء معاك. الحمد لله، معاك فلوس؟ اه معايا. هسيب انت بقى وبعدين ادفعها. ماشي. هات واحده الكازوزه للواد. واد يا شكاليتا، واد يا شكاليتا، تعال اشرب يا واد بالريق. شكاليتا عبود، عارفاه مستخبي يا واد. اطلع يا واد يا شكاليتا، ولا واد يا عبود. خلي ابني معاك يا واد. واد يا عبود يا واد يا شكاليتا، واد يا عبوده. يا سبتي ابني فين؟ ما شفتش ابني؟ لا. طب خد مين؟ ايه مال؟ شكاليت. ايه يا ام عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. ما شفتش عبد الرحمن ابني؟ كان لسه واقف معايا بيكلمني. عبد الرحمن، ما شفتش عبد الرحمن؟ طب وعايز وعايز اهو. طب مش عارف مين؟ واد يا شكاليت، واد يا عبد الرحمن. يا ابني يا عبد الرحمن، انت هنا؟ عبد الرحمن يا ابني. كده 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 يا واد، كده يا عبد الرحمن. كنت فين؟ كنت فين؟ خلاص يا اخوانا روحوا الحل، خلاص ماليش غير. يا عبد الرحمن يا واد، يا واد كنت فوق بتعمل ايه؟ رد عليك. قول لي كنت فوق بتعمل ايه؟ نفسك في نفسك في ايه وانا اجيبه لك يا عبد الرحمن؟ نفسك في ايه؟ هو انا من يمتي مقصره معاك يا ابني؟ ما تعرفش فين كده؟ ها؟ ما ترد عليا؟